يتجاب. يلا بالهنا، اشرب بقى ودايلي. تسلم ايدك. ايه ده؟ سم؟ سم؟ ما قصدتش يعني، قصدي طعمه زي السم كده. ليه وانت كنت دقت السم قبل كده؟ لا احنا ما دقتوش، بس هما بيقولوا كده على الحاجات اللي طعمها وحش يعني. دي مرمرية، اشرب بقى وبلاش تناكة. هتنك على ايه يعني؟ بصي يا حنة، مفيش أحلى من كوباية شاي عليها عود نعناع أخضر كده ريحته محفف، وشاي بيلمع كده من ورا الإزاز كده، هو ده المزاج بالنسبة لي. مش تقولي لي الرملالية اسمها مرمرية، وبعدين ده آخرك كوباية شاي بنعناع؟ أمال هتعمل إيه لو شربت لك كوباية حمص شام قد كده بشطة؟ ماشي، هبقى أشرب حمص شام بشطشطة. سيبك بقى دلوقتي من البتاع ده والحاجات دي وتعالوا ناكل. أنا شويت لك شوية لحمة. لا ده أنا نباتية ماكلش لحوم. ولما انت يا حنة نباتية خليتيني ليه اشوي لحمة؟ عشانك، عشان انت نزفت كتير ومحتاج غذاء. ثم انا نباتية بس بحب الشوي، بس ما باكلش اللحمة في الاخر. ولما ما بتاكليش لحمة بتشوي لمين؟ لأي حد، لأي عابر سبيل زي كده يا سيدي. وساعة تشوي واعمل عزومة كبيرة قوي الناس ما عرفهاش، وهكله في الاخر في ميزان حسناتي. مالك حنة، هو في ناس كتير بتيجي هنا؟ لا ما تخليش دماغك تروح في حته شمال. اكيد ما اقصدش يعني، ايه اللي بتفكري فيه ده؟ طب فهمني بقى، عايز اعرف والله. اكشن ودم ورصاص، انت جاي من حرب؟ احكي لك ايه ولا ايه؟ والله يا حنة انا اغلب واحد ممكن تقابليه في حياتك. انت بس من ساعه ما طلعت لي رصاصه محساني ان انا زعيم عصابه. لا مش لدرجه زعيم العصابه، بس ممكن نقول يعني دراع زعيم العصابه. سيبك من الخيال اللي انت فيه ده وقولي حاجه مفيده احسن. لا ما انت قصدك ما تقنعنيش ان اللي حصل لك ده كان بسبب ماتش بلاي ستيشن مع اصحابك، ولا حد حكم عليك في لعبه الشايب مثلا. سكت يعني؟ انا لازم امشي الصبح بدري. لا اما تحكي لي، انت دكتوره شاطره زيك وكل اهلها عايشين في القاهره، اللي رميها الرميه الغريبه دي؟ اتخنقت، بقتش احب القاهره وزحمتها وقاعها السريع اللي بيخلي الناس تجري تجري. والله العظيم ساعات بحس ان هما مش عارفين بيجروا عايزين يلحقوا ايه اصلا. بقيتش اتدفى وسط الناس زي ما الناس بتقول خالص، بالعكس بقيت احس ان الزحمه والناس دي بتوترني، والزحمه بتحسسني كده بغربه وخوف. بقول لك جنه من غير ناس ما تنداس، ايه الكذب ده؟ مالك بصلي كده ليه؟ وحشني، صدقت اتلميت عليك عشان عارفة أول ما تصحى هتقول لي عندي شغل وتسيبني وتمشي. ليه الكلام الكبير ده بس؟ مش دي الحقيقة؟ يعني عايز أنا أقعد جنبك؟ ده حتى يبقى عارف حقك أقعد. مش القصد يا عمار، بس أنا بجد بخاف عليك قوي. أنتِ من ساعة ما مرات أبويا علمتك الإتيكيت ده وأنتِ قلبك بقى رهيف قوي. أنت بتتمسخر عليا يا عمار عشان بجد بخاف عليك؟ كمان انا عارفه اتعلم اتيكيت ولا نيله، وزمانها زعلانه مني. لا مرات ابويا بتحبك، ما تزعليهاش. عمار انا مش مرتاحه هنا، خلينا نروح النجع. ما قدمناش اختيار يا راي، والنجع احنا خرجنا منه هربانين. وبعدين ماله هنا؟ ما احنا مرتاحين اهو. هي بس ظروف شغلي عشان كده انت مش لاقياني. ما انا ليا فيك برضه يا عمار، ولو مش عشان يا سيدي يبقى عشان اللي في بطن. أنا عايزاه يتربى على حسك أنت يا عمار، مش حس العطارين. ما احنا العطارين. يا رعية، أنا عايزك تنسي بقى إنك بنت العمدة. أنا عايزك تكوني بنتي أنا. نفسي أتباهى بيكي وأحس إنك معايا. سندي وظهري. ده أنت حب عمري. وأنت عمر كله يا عمار. بس أنا عايزك تنتبه لنفسك كويس. محدش نفع ولاد صالح وزكريا وعبد الله اللي اتيتموا بسبب شغلكم ده.
طب استني. ايه رايك؟ ايه ده يا عمار؟ ده خلاط. بصي، هو انا ما بفهمش في الحاجات دي قوي، عشان كده خليت سليم بالعطار بنفسه ينقهولك. كل سنه واحنا طيبين ببعض يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه، وكل سنه وانت معايا في الدنيا. تعرف اللي عمره ما حد افتكر عيد ميلادي قبلك ده، وعمر ما حد قال لحتى كل سنه وانت طيبه. ربنا ما يحرمني منك يا عمار، وربنا يقدرني واقدر اسعدك. ربنا يخليك لي. واحد اسمه حسن العطار عاوز يجيب لك يا جد. خليه يدخل يا ولدي. ازيك يا خاله؟ في اخبار عن رحمه يا حسن؟ للاسف لا لسه، بس انا عمال بدور مش ساكت. انا جاي لك في سؤال تاني وعايز منك اجابه. انت دليل الوحيد في التوها، وغلاوه رحمه عندك، وغلاوه رحمه عندك ما ترد الحبيب. امي أمي يا خالة، أنا عايز أي أمارة عنها. أنت أكيد قلبك مقهور على الغايبين، وحاسة باللي أنا حاسس بيه، فوالنبي دليني. من قال إن لما أدلك هتوصل؟ على الأقل هبقى بحاول. أبوك حاول كتير، وهو اللي قال لي كمل من بعدي. قولي لي، أنتِ تعرفي عنها أي حاجة؟ شفتيها قبل كده؟ حورية يا ولدي كان روحها في ذكر الله، كانت ملاك ماشي على الأرض. وعشان كنت أعرفها وأعرف حكايتها مع أبوك، كنت مستنية أشوف هيعمل إيه لما يعرف إنها تايهة. لكن أهو قد أنت جيت، كأنه بعت لي رسالة بيقول لي أنا عملت اللي علي وما سبتهاش. آخر حاجة نعرفها يا ولدي إنها ضايعة في نجوع قبلي. نجوع قبلي؟ دور يا ولدي، دور يا ولدي على الضيعين في أرض الله، لا يبقوا غربة وما نلاقيهمش واصل. هاي، انا رودي العزازي، مدام ندى موجوده؟ اتفضلي.